الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تمسك أعصابك وإحنا بنتكلم دلوقتي، لأن إحنا نتكلم عن الشكل بتاع المسيح الدجال. يعني شكل المسيح الدجال هيبقى عامل إزاي؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أولا كده استعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذ بالله من إنك تكون في العهد أو في العصر أو في الزمن أو في الوقت اللي يظهر فيه المسيح الدجال، زي ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من رؤية المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال، لأنه فتنته عظيمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لو لقيت الدجال أو سمعت بالدجال ظهر في مكان ما تروحوش، لأن الفتنة عظيمة جدا إلى أقصى الحدود. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. النهارده نوصف المسيح الدجال كأنك شايفه قدامه. ربنا عافينا يا رب، ربنا عافينا يا رب، ربنا عافينا يا رب. في البخاري عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى الدجال في الرؤية، فلما قام من المنام قال أنا شفت الدجال، هو رجل جسيم يعني تخين كده، أحمر وشه محمر، تخيل بقى وشه حمار، جعد الرأس، شعره ده طويل ومموج، أعور العين، في عين طلع بارزة وفي عين ممسوحة، العين الممسوحة الشمال والعين اللي طلع البارزة هي اليمين، كأن عينه عنبة طافية. طب اقول احاديث ثاني واقول لك بقى بالشكل بالظبط شكل الدجال كان عامل ازاي. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند احمد وسنن ابي داود عن عباده بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت الا تعقلوا، ان المسيح الدجال رجل قصير. فتخيل تخينه قصير افحج، عشان هو تخينه قصير فلما بيجي يمشي اعزك الله افخاده مش جايبه جنب بعضها، فبالتالي لازم يمشي رجليه كده بعيد عن بعض ويقعد ماشي بالطريقه دي. رجل جسيم قصير افحج، تمام، افحج زي ما قلنا كده، وهو جاي يمشي كده رجله ايه، رجله بعيده عن بعضها. جعد اعور مطموس العين ليست بناتئه ولا حجراء، فان البس عليكم فاعلموا ان ربكم ليس باعور وانكم لن تروا ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم ركز جدا على هذه الصفات. يبقى اذا دلوقتي هو راجل قصير بس تخين قوي 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 قوي، تمام، احمر وشه احمراني افحج من كتر التخن بتاعه، بيقعد يمشي بقى ايه بيدقلك كده، تمام، الشعر بتاعه مموج. اهم صفه فيه هي صفه العين بتاعته، في عين ممسوحه خالص اللي هي العين الشمال، وفي عين بارزه بره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كانها حجر في حائط مجصص، يعني كأنك بتمحر حيطة كده وفي زلطايا طالعة في الحيطة المتمحرة، تمام، والعين دي طالعة إلى أقصى الحدود. كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على لون عينه، اللون العين اللي طالعة، لأن في العين الشمال كده كده ممسوحة، لون العين اللي طالعة لونها خضرة. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، تمام، والعين الخضرة دي كأنها زجاجة، يعني خضار كده إيه بهتان، تمام. كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في صفة، إيه هي؟ أنه رجل عقيم لا يولد له، وكمان هو أصلا من أصل يهودي، تمام، من أصل يهودي، رجل عقيم من أب وأم يهودي. وكمان في صفة لا يراها إلا المؤمن، اللي هي إيه؟ مكتوب بين عينيه كافر، وهذه صفة لا يراها إلا المؤمنين. وبالتالي ازاي رب يطلع يقول لي السماء مطري والارض زرعه ومش عارف ايه وهو اعور؟ الرب لا تكون فيه صفات نقصان، بل الرب فيه صفات كمال، وهو ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. ولو كان ربا لمحى عن نفسه هذه الصفات من صفات النقص، ولكنه كذاب، وهو عند اليهود يسمونه بهذه الصفات ويدعون انه الملك داود القادم، والملك الذي يرد على اليهود ملكهم، وهو الملك الكذاب الضال. نسأل الله عز وجل أن يمحقهم وأن يفنيهم بأمره وحوله وقوته سبحانه وتعالى. وصلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بس اوعى تحلم بالمسيح الدجال يطلع لك في المنام. صليت على النبي، اوعى، استعيذ بالله كده من المسيح الدجال، واحنا وصفناك انك تراه وان شاء الله مش هتشوفه ولا هتشوفه، وربنا عافينا منه باذن الله سبحانه وتعالى. وصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. المفاجاه بقى المره الجايه
قال لكم في مكان دلوقتي موجود دلوقتي ايامنا ديت المسيح الدجال عايش فيه. هنشوف الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.